صورة تتفطر لها القلوب وتهز الوجدان. ثلاثة أطفال تأخذهم خطاهم إلى طريق لا عودة ليغادروا الحياة دون دراية بما يعملون. حادثة هزت العاصمة بغداد بعد انتشار خبر وفاة ثلاثة أطفال من منطقة البلديات اختناقا داخل مركبة نتيجة نفاذ الأكسجين، ومواقع التواصل تداولت عدة روايات عن سبب الوفاة، وعائلة الأطفال توضح حقيقة ما جرى مؤكدين إن ما حصل هو قضاء وقدر. يعني الاطفال طلعوا لان اكو اسواق بصفهم، فسمحت لهم والدتهم انه يطلعون على اعتبار ثاني بيت الاسواق، وهي ملتهيه بالاثاث، والدهم عسكري وبالواجب مالته ملتحق. كان 2:30 اتصلت بي وقالت لي انه الاطفال تاخروا وطلعوا يشترون وماكو، والمنطقه جديده وما اعرف بها احد. رحت للمكان، حاولت ادور جهد الامكان، الشباب البلديات ما قصروا واستنفروا وياي كلهم. بديت سويت بلاغ بالجوامع بوقتها، وسويت بلاغ اصلا عندنا سيارات بيها سبيكرات نفتر بالفروع ونصيح، وما حصلنا اي نتيجه لغايه الساعه يعني 5:30 6 الا ربع المغرب. تفاجأت انه ثاني فرع عنهم سمعت صوت الصياح، رجل يصيح، فرحت عليه اركض قلت له خير؟ قال اكو، فتحت سيارتي لقيت 3 أطفال ميتين بسيارتي. قلت له انا ادور على 3 أطفال. رحت عليهم لقيتهم هم نفسهم موجودين. الرجل ما له علاقة ولا أكو موضوع جنائي بهذا الحادثة كلها، الموضوع كله قضاء وقدر. بعد ما بلغت الجهات الرسمية وبلغت وجهاء المنطقة والأهلي وعمامي، بحثنا بالكاميرات اللي موجودة بالمنطقة، تبين الموضوع كله أنه قضاء وقدر، والأطفال هم من ذاتهم صاعدين بالسيارة. الآلية مال الصعود كانت السيارة يعني مقفلة كلها سنتر لوك ما عدا باب واحد بمشكلة ما يقفل سنتر لوك، فالأطفال يعني شاءت إرادة الله أن يجون على هذا الباب بالضبط صاعدين به، والتخطيط الإلهي والإرادة الإلهية شاءت أنه هذا الباب اللي ينفتح من برا مكسور اليد ما ينفتح من جوا بعد، انقفل عليهم وخلص. ظالين يلعبون بالسيارة، مشلعين الفيش، مشلعين، مقطعين الباكيت الكلينس وما أعرف شنو، إلى أن خلصان الأكسجين، فاقدين الوعي وفارقوا الحياة على هذه الحادثة. توخي الحذر بنقل ما يحدث على الساحة العراقية من أحداث، كانت رسالة عائلة الأطفال بعد الهجمة الإعلامية التي صدرت بحقهم بوصف ما حدث كان نتيجة الإهمال العائلي، كون الوسائل الإعلامية تعد واجهة حضارية ولا بد لها من أن تعمل وفق مبادئ الإنسانية، لا أن تنقل صورة سوداوية تزيد الطين بلة. بعض القنوات الفضائية بصراحة مادوا في اصطناع الحدث، وطبعا بالمناسبة والقناتكم بالذات احنا نحتفظ بحقنا في إقامة دعاوى على القناة، على مثل تلك القنوات الفضائية، لأنه ما تعرف التعليقات اللي صدرت على الأب وعلينا احنا كعائلة، في حين انه احنا عائلة معروفة، يعني معروفة باحترام الناس وثقلها بالمجتمع. فاللي ندعوه من خلالكم ومن خلال قناتكم الموقرة انه القنوات الفضائية او الجوانب الإعلامية اللي تغطي مثل هيك احداث عليها ان قدر الامكان تراعي الدقة وتحاول قدر الامكان ترسل الرسالة الصحيحة اللي بموجبها ممكن ان تخدم مجتمع بدل ان تهدم مجتمع. فرحون بما كانوا يعملون وهم يتجولون في المنطقة، يلهون دون ان يعلموا انهم يتسابقون مع القدر ليلقوا حتفهم هنا بعيدا عن الأنظار. من موقع الحدث في منطقة البلديات في بغداد، ندى المرسومي، التغيير.